بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. اليوم سنبدأ بدرسنا أو محاضرتنا الثانية ألا وهو أجزاء الكلمة. يعني باختصار هذا الدرس مهم للغاية، فإن الطالب لا بد أن يعلم بأن الجملة في اللغة العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي كالآتي: أولا اسم، وهو كل اسم يعني كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو اسم لأي شيء آخر، هذا هو النوع الأول والاسم وهو الاسم. ويمكن أن نقول محمد أو فاطمة أو هند أو سلمى، هذه كلها أسماء، وهذه الأسماء لا علاقة لها بالأسماء. بمعنى إذا قلنا محمد أو أيمن أو فاطمة فلا علاقة لها لهذه الكلمات بالاسم بالفعل بالماضي أو بالمضارع أو بالأمر. طيب نأتي إلى النوع الثاني وهو الفعل. الفعل هو كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص. كل لفظ يدل على أن هناك عمل ما قد حصل في زمن خاص، هذا هو الفعل. وهذا الزمن الخاص إما أن يكون ماضيا فعل ماضي، أو مضارعا فعل مضارع، أو أمرا فعل أمر. وهذا هو أن هذا أنواع الفعل في اللغة العربية. الرقم الثالث هو الحرف. الحرف في اللغة العربية بمعنى طرف، طرف الشيء، طرف شفا، حرف بمعنى طرف يعني نهاية الشيء، شيء. نعم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نعم، الحرف في النحو هو كل لفظ لا يظهر معناه كاملا إلا مع غيره. بمعنى إذا وجدت حرفا ليس اسما وليس فعلا فهو حرف، وهذا الحرف لا يمكن أن يكون معناه كاملا إلا أن تدخله في الجملة أو في مع كلمة أخرى. ومثال الحرف من، على، إلى، رب، إلى آخره. الآن نأتي إلى الأمثلة سريعا في أجزاء الجملة، نأخذ منها بعض الأمثلة، لأنك إذا فهمت مثالين أو ثلاثا أو واحدا فأنت تفهم الباقي إن شاء الله. ركب إبراهيم الحصان. ركب إبراهيم الحصان، هذا ركب فعل ماضي. نعم، إبراهيم فاعل مرفوع، الحصان مفعول به. نعم، هنا عندنا فعل وفاعل ومفعول به، ولكن نريد جملة توجد فيها اسم وفعل وحرف. يمكن أن نختار مثال رقم سبعة. سبعة، تجري السفينة على الماء. تجري فعل ماضي، عفوا فعل مضارع، تجري فعل مضارع، السفينة فاعل مرفوع وهو اسم، على حرف الماء، الماء أيضا حرف. نعم، إذا عندنا تجري فعل، السفينة اسم، الماء، الماء اسم، على حرف. هذه هي أنواع الجملة أو أجزاء الجملة الثلاث. إذا لا بد أن يميز الطالب بين هذه الأجزاء التي هو سيجدها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، سيجدها أيضا في كلام العلماء منتشرا، ولا بد أن يميز بين أجزاء الجملة. ما الاسم؟ يعني ما معنى الاسم؟ وما الفعل؟ وما الحرف؟ وهذه فيها تفصيلات كثيرة: أنواع الأسماء، أنواع الأفعال، أنواع الحروف. هذا سيأتي لكن ليس هنا، لأننا نحن الآن نريد أن نعمل مراجعة وتدريس من البداية، ولذلك لا يمكن أن ندخل في التفصيلات الآن حتى لا ندخل المستمع أو طالب العلم الذي يبتدئ، لا ندخله في تفصيلات كثيرة الآن. وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا الثاني أو محاضرتنا الثانية وهي أجزاء الجملة، والحمد لله رب العالمين. عليك أيها الطالب وأيتها الطالبة التي تتابعنا عبر قناتنا، قناة
قناة اليوتيوب للدكتور تيرنو أحمد جالو. عليك أن تقوم بهذه التمرينات وهي من 1 إلى 7، وهي مهمة جدا، تقوم بها وترسلها إن شاء الله عبر الإيميل أو عبر البريد الإلكتروني إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا على حسن إصغائكم، وإلى جديد الملتقى. وسيكون درسنا القادم عن عنوان مهم للغاية، وهو تقسيم الفعل باعتبار زمنه. الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، وهذا ما سندرسه في محاضرتنا القادمة. وإلى جديد الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.